أنا بستسلم، حاسة حالي كتير ضعيفة ووحيدة، لازم أحكي ضرورة، بس يمكن مشغول ومش فاضيله. خلص كان حكينا. مرحبا. بونجور. شو عم تقري؟ عم بدرس. فينا أسألك سؤال؟ تفضل اسألي. كيف بدي أسألك وأنت مشغول؟ ما تعتلي، هم مركز معك. يعني أنت مثله؟ فيك تركز على كذا شغلة بنفس الوقت؟ مثل مين؟ في شي 7 مليار شخص بيحكوا معه، كيف بيقدر يركز معي 100%؟ أو لك بصير يروح من شخص للتاني بسرعة، أو عنده القدرة أنه يركز على كل شي بنفس الوقت. يلي عم تحكي عنه منه إنسان عادي، هو بيسمعك على طول ودايما موجود بقلبك. كيف يعني؟ أنه أنا كمان بحبه، هو أكيد بحبني. ومش بس هيك، هو الحب بحد ذاته، هو الطاقة الموجودة فيك، هو الطاقة من الأشياء الحلوة ومن الأشياء الخير، هو طاقة بتحميك، طاقة لما بتعطيه منها بترجع لك، لما ما تعطيه كل شي حولك بحسسك بالفراغ. حكي وقتا بدك وقد ما بدك، هو مركز معك 100%، مش لأن خلص حديثه مع حدا تاني، مركز لأن هو أصلا ساكن فيك من جوا.